ميرسي. شكرا. زكريا، هو انت عرفت ازاي ان انا كان نفسي اجي المكان ده؟ انا قلت لك؟ لا ما قلتليش، بس انا بعرف كل حاجه. شغلي. ما تهزرش، ايه يعني بتقرا افكاري؟ قولي بجد عرفت ازاي؟ مفيش يا ستي، مبروك الله يرحمه قال لي انه كان بيجي هنا معرفش، وانا قلت له اني هاجي معاكي. بس سبحان الله، انت عارف ان رشا برضو هي اللي قالت لي على المكان ده، عشان كده كان نفسي اجي. حبيبتي يا رشا، الله يرحمه، ربنا يصبرها على فريق. الله يرحمه. شوفي مش موجود معانا بس سيرته موجوده. بقول لك ايه؟ ما قلتليش بقى، احكي لي ايه رايك في الخروجه بتاعت ايام الخطوبه دي؟ تتحسد عشا وورد وهديه، طب كنت سبت حاجه لكل خروجه. هو في خروجه تاني؟ انا كونت كله يعني في مره واحده قلت خلص. كرايه زكريا، هو انت هتخرجني كل 10 سنين؟ مش كل 10 سنين يا ناديه، لكن مره في السنه. عندك زي عيد العمال، ثوره يوليو، تحرير اليمن، ونشوف له اسم. عيد يعني، فكري معايا. ايه الرومانسيه دي كلها؟ ونشوف له اكله كمان زي عاشورة كده، ايه رايك؟ كفايه هزار بقى. انت النهارده يا فندم تؤمر. انت النهارده تعمل اللي انت عايزه. النهارده عيد. زكريا انا مش مطمنه لك. انت بتخوني؟ طبعا. ما جايبك هنا ليه؟ ده انت. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.